ايش في تحت؟ اظن في عصير برتقال وزيت زيتون. اظن في شطة تحت، اكيد في شطة صح؟ زيت زيتون؟ متأكدين؟ ايه انا متأكد. من جد يا خالد؟ ايه. انا ابغى زيت زيتون، شطة وكل شيء، ابغى كل شيء تحت اللي موجود تحت، ابغى كل شيء. صباح الخير يا اخوان. سحبتوا علي؟ اوكي اليوم نانسي حتروح. اليوم ناكل كبسة. احولكم لعملاق واكلكم. انسيك عليك شطرنا اليوم. ملوخية وانا سويت فيمتو. لازم تاكلي الملوخية. لما تعرف ان راح تموت وياكلوها فضائيين وهي ما تدري عن الموضوع. هي مسوي نفسها كيوت. كيف حالك يا بنتي؟ انا بخير. اخيرا مطلع من عندكم، مليت منكم. هي بينا الى الغابه، نسيت حفاظتها. البوابه مفتوحه ليكون امها هنا موجوده في الشحنه. تعال تعال. اهلا يا مس امل، وين حابة نوصل الطلبيه؟ حابة نوصلها الصباح ولا ليل؟ واذا حبت الصباح ولا ليل، وين المكان قولي لي. ابغاها ليل. الاسم والمكان لو سمحتي. لفلف في جزيره البارادايس. حسنا يا اخوان يلا.